منذ إعلان بايدن الانسحاب ومباركته لكامالا هاريس للجلوس بديلاً عنه بالبيت الأبيض، بدأت التكهنات والتساؤلات حول نائبها من يكون. بحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عديد الأسماء يمكن لهاريس أن تعول عليها بمنصب نائب الرئيس. بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن من بين الأسماء الديمقراطية المرشحة أندي بشير حاكم ولاية كنتاكي المحسوبة على الجمهوريين، والذي جعل الإجهاض قضية رئيسية في حملته. وقد فسر انتخابه حاكماً للولاية لفترتين متتاليتين بأن له شعبية كبيرة ولأنه محبوب من الجمهوريين رغم ديمقراطيته الحزبية. ثاني هذه الأسماء هو روي كوبر حاكم ولاية كارولاينا الشمالية، أيد هاريس بقوة ومنحها ثقة الفوز على ترامب، لكنه يبقى في موقف لا يحسد عليه، إذ إن ولايته من الولايات المتأرجحة والتي ستكون ساحة معركة حاسمة في عام 2024. ثالث تلك الأسماء الديمقراطية هو مارك كيلي، الوجه المعتدل انتخابياً وشعبياً، وهو رائد فضاء سابق وطيار حربي، شارك بحرب الخليج ب39 مهمة جوية، ويشغل حالياً عضواً بمجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا. تقارير صحفية بريطانية قالت إن هاريس ربما تميل لكيلي نائباً لها حال دخولها البيت الأبيض، وهي خطوة وصفتها صحيفة التلغراف بأنها خيار هائل. رابع تلك الأسماء جي بي بريتسكر حاكم إلينوي، الذي ورث مجموعة فنادق حياة. ثم يأتي جاش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، التي يجب أن يفوز بها الديمقراطيون بحسب وصف وسائل إعلام أمريكية التي وصفتها بالولاية المتأرجحة والحاسمة. وهناك أسماء أخرى كبيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي، الذي صنف نفسه على أنه وسطي خلال حملته لعام 2020 للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة. وهناك غريتشن ويتمر حاكمة ميشيغان، التي أيدت هاريس وفازت بإعادة انتخابها في الولاية المتأرجحة الحاسمة في عام 2022. ثم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا، الذي أيد هاريس قائلاً إنه لا يوجد أحد أفضل من كامالا هاريس بملاحقة القضية ضد الرؤية المظلمة لدونالد ترامب. That's a lot, Marco. لكن وبرغم قوة تلك الأسماء المطروحة، يبرز السيناتور جي دي فانس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو والمرشح لمنصب نائب ترامب، يبرز حاليا ضمن أهم وأقوى الأسماء المرشحة بمنصب نائب هاريس، خاصة بعدما تواردت تقارير تقول إن ترامب يعيد النظر بشأن فانس، وإن حلفاء المرشح الجمهوري قلقون حيال خطوة فانس من الأساس، وإنهم يصفونه برجل كل العصور، خاصة بعدما قال إنه غير رأيه بشكل حقيقي بشأن ترامب.